والرجل ما تفهمش اللي يلمسها تنور. والرجل ما بتفهمش اللي يلمسها تنور. عارف لو جبت صباع وضغطت على عينك من بره هتشوف نور جوه عينك او النبي. جربها مش دلوقتي يعني، جربها نفس ما خلي بالك. اذا ما قبل، لازم تنور وتشغلوني يا ليه. ما قبل، ما قبل، ما قبل القطع، لسه ما حصلش قطع. ما قبل القطع فيه الفوتوبسي او الفلاشز دي، ما قبل سببها تراكشن على الريتم. واول ما يتكون القطع فعلا، انا عايز حد فاهم، اتكون القطع فعلا، فعلا هناك قطع في فلاشز ولا خلاص؟ خلاص. هتبدا تحصل سيمتوم جديده لما يكون القطع فعلا. الحته اللي فيها القطع دي عندها دم ولا ما عندهاش دم زيكم كده؟ عندها دم، عندها دم. فالدم هيقع جوه البترس، نقطتين يا اخي ثلاثه دم. يجي النور يعدي من بينهم يعدي، لكن يجي على الحته اللي فيها الدم هيعرف يعدي ولا لا؟ لا. فيكاست اشادو بيهايند، يرمي ورا منه ضل. والحتة الدم دي ثابتة ولا بتتحرك؟ بتتحرك. اهي دي اللي اسمها مسخر بوليتانتس، الذبابة الطائرة. اسمها بالاف فلوترز. فلوترز يعني السوابح. كاتب عندي جنب فلوترز موفينج فيترس اوباسيتي كاست اشادو اون ذا ريتم. ترمي ضل على الريتم بسبب ان في سمول دارك سبوت، بسبب بص فيترس هيموريدج اتش جي اي، فيترس هيموريدج نتيجة تيرنج للبلاد فيزل. تيرنج للبلاد فيزل، ما هو أكيد الحتة اللي اتقطعت في الريتنا فيها إيه؟ فيها بلاد فيزل اتقطع. الدم اللي كان فيه وقع جوه الفيترس. وحينما تنفصل الشبكية فعلاً. خلاص بقى بدأت تنفصل حتة. حتة مفصولة يا أبو سالم وحتة شيء، هي العين اليمين دي. بعد الشر عليا، حتة مفصولة وحتة شيء. حتة مفصولة وحتة شيء. الحتة اللي مفصولة دي في مجال الإبصار شايفها أنت إيه؟ بيضة ولا سودة؟ سودا. يشتكي العيان من بلاك كيرتن. بلاك كيرتن يعني ستاره سودا. وخلي بالك الريتنا لما تنفصل هتبقى بتتحرك، هنقول دلوقتي انها كده عامله كده انديوليت فريل، ففعلا شايفها ستاره والستاره كمان بيهزها الهواء لو عايز. ده يسموه فيلد ديفكت. فيلد ديفكت كل عيان وحسب ذكائه الاجتماعي وحرفنته مع نفسه. اللي يجي يشتكي لك من فلاشز، واللي يجي يشتكي لك من ماسكر، واللي يجي يشتكي لك من بلاك كيرتن يعني فيلد ديفكت، واللي يجي بفيلير اوف فيجن ما عادش شايف خالص. عارف هيحصل امتى فيلير اوف فيجن؟ هيحصل دلوقتي، ركزي كده. هو الانفصال بدا في الخرم ده والفلويد بقى ورا الريتن. الفلويد ده هيدانه ثابت في حته ولا هيكمل ويسلك نفسه يسلك نفسه يسلك نفسه يسلك نفسه يسلك نفسه لحد ما يفصل الريتنا كلها، يفصل الريتنا عن اخرها. لو فصل الفوفيا يبقى في فيلير اوف ايه؟ فيلير اوف فيجن. يبقى السيمبتومز متناقضه. وانا بقوله دايما هقول يا عطيه المثال ده، جده مراتي ربنا يديها الصحه يا رب. ربنا يا ستي يديها الصحه، ربنا يديها الصحه. الست ديت وانا فاكر انا فانا في الكليه في رابعه او في ثالثه مش فاكر، لا لا ثالثه لا، يا في رابعه يا في خمسه. اللي يلمسه تنور ريتيشن. يا عم يلا بقى يا عم. مش عارف انا بعد ما كتبتها انا بقى لو الحكايه دي في وقت ما اعرفش. في رابعه وخمسه زكريا هي من حوالي بتاع 14 19 سنه، من فتره طويله جدا. الست حاسه بفلاشز الصبح، فلاشز الصبح. قالت لك انا عيني فيها حاجه ولازم اكشف. ولادها خدوها كشف في الزقازيق. دكتور طلع محترم وقال لها انا ما بعملش عمليات الانفصال، انت عندك انفصال. اطلع على مصر عند فلان الفلاني. ليلتها بالليل عملت العمليه وبتشوف ست على ست. ان شاء الله بعد شويه بعد ما نخلص حد هيطلع يسالني العيان هيشوف تاني ولا لا؟ هيشوف على حسب المده اللي فاتت ما بين الانفصال والعمليه. بيقال ان لحد سبع ايام قشطه ترجع الريتنا وتشتغل تاني. بعد كده لا مش قوي، مش حلو. بيبقى في حاجه اسمها اناتوميكال سكسس، يعني الريتنا ترجع اناتومي، لكن كوظيفه لا مش هترجع. فانا قصدي اقول لك كل ما تنتبهي للسيمتوم كل ما تكوني 100 100. وهيرجع السؤال، هي ايه اكتر سيمتوم توحي اليك بان في انفصال؟ دكتور محمد ابو سعد، استاذ دكتور، مين اكتر سيمتوم تقول ان في انفصال؟ الفلوترز. انا ابويا عنده فلوترز وماسكا بوليتانز وما عندوش انفصال. الفلاشز، انا لما بتعب كتير وبشتغل كتير بيجيلي فلاشز وما عنديش انفصال. الستاره السوداء، البلاك كيرت. بلاك خلاص، اصل الستاره السوداء ستاره سوداء وبتلعب. عروستي تبقى ايه؟ يعني ستاره سوداء وبتلعب.
تبقى ايه جوه يعني. خلاص شكرا خلاص دي ريتنا اتاتشمنت. فايه حد يجيله فلاشز ويتضايق بتحصل للناس. بس طبعا يا صح ان لو واحد حصل له الكلام ده يكشف برضه ما جراش حاجه. ماسك اوف بريتندس يكشف ويقول له كويس. طب تمام ساينس لعبه قديمه دي ساينس طب هو اللي يحصل خصوصا في الشبكيه مره واحده كده من غير اي مرض في العين. الراجل ده راجل محترم جدا. شوف يا دكتور اسراء بيقول لك ايه. بيقول لك الانفصال ممكن يحصل كده من غير اي مرض في العين. لو هاي مايوبيا او اولد ايج. والله مايوبيا ده هو لابس النظاره. احنا نبهناه كدكاتره انه عرضه لمشاكل كذا وكذا وكذا ما نبهناهوش. هل هو مثقف بما فيه كفايه؟ الاجابه لا. فلو هاي ما يبقى وولد ايج خاف عليه جدا هترعب. الفلاشز ان هاي ما يبقى وولد ايج تحترم احترام كامل. افحص له قاع العين. ده لما بيجي لي انا العياده ده بفحص له قاع العين. بفحصه جامد جدا وكويس جدا. اقعد نص ساعه افحص قاع عين بس. فاهم قصدي ايه؟ خوفا يكون فيه قطع هنا ولا هنا ولا هنا. افحصه ويطلع كويس بدل ما افحصه ويطلع وبدل ما افحصوش ويطلع كويس. تعال نفحص العيان بقى كساينس. اولا البيوبل ركز بس عشان الحته اللي جايه. والله الكلام كله مهم جدا دمه خفيف. بيوبل قيل فيما قيل يا وادي احمد ان البيوبل دي تفاعلها مع الضوء بيعتمد على الريتنا الكويسه والاوبتيك نيرف كويس. الريتنا دلوقتي كويسه يبقى الاجابه ان البيوبل فيه ديفكت يعني بتفاعلش كويس. حاجة اسمها افرنت بيوبيلاري ديفكت. افرنت يعني السكة اللي راحة للمخ اللي هي الريتنا والاوبتيك ايه؟ نيرف. افرنت بيوبيلاري ديفكت. اللذيذ ان البريشر يا رب البريشر بيقل. الانترا اوكلر بريشر بيقل. ايوه بيقل. هو انتوا الكوفايت فيترس صح؟ ودخلتوا من الخرم ده صح؟ لا ايكوس ايه اللي هيجيلك؟ هيجيلك انت مش هيجيلك بس ركز. اللي كوفايت فيترس بيعدي من هنا كده صح؟ بقى ورا الريتنا صح؟ بقى منه لمين؟ الفيترس هيجيلك هيجيلي انا صح؟ الفيترس مش الايكوس الفيترس هيجيلي انا الكرويد. يبدا الفلويد ده يتنقل جوه الاوعيه الدمويه بتاعت الكرويد بفرق الضغوط. ده في فلويد كتير كان العين بيتشفط منها مين دلوقتي؟ الفيترس. عارف لو العيان ساب نفسه شويه بالديتاتشمنت ده يخش في ايه؟ اتروفيا. عينه تضمر. فين لو حد افتوى هنا بس انا اعتقد زي الحاله الوحيده صح. الحاله الوحيده اللي الفيترس بيتحكم فيها في ضغط العين. ومن ضمن اسباب الاتروفيا لو رجعت لاسباب الاتروفيا في فصل اليوفيا كانت اسبابها اي بي سي دي اي. دي ديتاتشمنت اولد ستاندنج ديتاتشمنت وكان عليها علامه استفهام وقلت مش هشرحها دلوقتي. اديني شرحتها واديكم ما فهمتوهاش. ليه في الانفصال يا دكتوره بسمه؟ ليه في الانفصال ضغط العين بيقل؟ عشان الفطرس اللي هو حضرتك بتخش من البريك الى الكرويد. لما كان الفطرس ما بينه وبين الكرويد الريتنا ما كانش بيحصل امتصاص. دلوقتي اصبح ملاصق لمين؟ للكرويد. فانت ممكن تكتب الالم ابزوربشن اوف ليكويفايد فيترس باي كرويدال فيزيتس. ابزوربشن جنب البريشر دي تكتبي ابزوربشن اوف ليكويفايد فيترس باي كرويدال فيزيتس. هو ما حدش حران غيري يعني انا حران. طب انتوا معذبيننا ليه؟ ما تقفلي الشباك وسقعي المخيم شويه. مين ده انت بتموت؟ هتجد داخل انتيريور تشامبر سيلز وفلير. سيلز وفلير دي تقول ان عنده ايه؟ سيلز وفلير ايريدو سايكلايت. ليه بقى؟ ركز كده. الريتنا يا صديقي بتلعب فبتهز مين قصادها؟ الفيترس اللي يهز بدوره الايرس واللينز. ففي ميكانيكال ايريتس.
خبط في الحلل ميكانيكال ايرايت. مش عايز كلام بقى خلاص. ميكانيكال ايرايت. ميكانيكال ايرايت تعمل شويه سيلز وكليك. ايه سطر الجمله دي بقى؟ عشان الايرايتس يعني؟ عشان الفيترس يطلع فوق ايه في الاخر. بس استنى بقى. اغلبيه الفيترس. طب بص تفصيل السؤال ده في الاخر ايه؟ عشان ما انساش. سؤال حلو جدا. اغلبيه الفيترس يا هشام هتمتص من البريك. لكن في نوع تاني مش هيبقى فيه بريك وهيرفع ضغط العين. راجل محترم. طب تمام. بوستيريور سيجمنت. بوستيريور سيجمنت. يعني دلوقتي بقول ده انفصال في الشبكيه، يبقى اكيد عشان اعرفه لازم افحص قاع العين، يعني بوستيريور سيجمنت. يا رب حد يجاوب يا رب. البريك اهو دكتوره دينا. دكتوره دينا البريك اهو. لونه ايه البريك؟ ما تنسيش ان انا مين؟ انا كروي. لونه ايه البريك؟ احمر. البريك اكيد لازم يطلع لونه احمر، لان بدا مين يظهر من وراه؟ كروي. فيطلع لونه ايه؟ احمر. خلاص البريك ريد. طب الريتنا ديتكشن، تعالى بص على الريتنا ديتكشن كده، تعالى بص عليها كده هنا كده. طيب الدنيا هتمطر، وبعد ما بتمطر هتروح منقطه ميه من هنا. لو حد هيتشتت انتباهه انا هفعل، لان الحته اللي جايه دي اقسم بالله صعبه جدا. ما اعرفش هي بتمطر ليه دلوقتي بصراحه. السقف ان شاء الله هينقط على البنات. مش هينقط على البنات دي خالص. لا تخافيش يا دكتوره رنا، ما تخافيش والله. يا رنا غير مكانك والدكتوره غير مكانك. تعالوا تاني خالص. غير مكانك لا خلاص ما فيش اي حل ان شاء الله. روح عليه باذن الله تاني. بدي بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شيطان شيطان يا كريم يا وحريق. يلا عشان بيقول لك النور لما المية لما بتمطر النور ممكن يقطع. مرتبطة بدماغي أنا من زمان دي. مش عارف ليه يعني. فخد بالك عشان النور لو قطع برضه نكمل إن شاء الله الحصة برضه. ماشي؟ بص يا سيدي. يلا يا كابتن. يلا. طبعا احنا الدولة الوحيدة، الدولة الوحيدة على مستوى جمهورية مصر العربية اللي ما حصلش فيها ثورة اصلا. يلا دكتور حصل عندنا ثورة يا ابني؟ لا ولا الدموع. نزل المركز بقى. بص يا سيدي المركز بتاعه مهندس. ما تيجي تبص للريتنا هتلاقي الريتنا الفلويد بقى تحتها، فمنطقي انها مبدئيا كونفكس. انت ما تيجي تبص لها، بص لها كده صح؟ الحقيقة انها كونفكس دي كلمة مش دقيقة قوي. الحقيقة كونفكس وكمان كوروجيتد. كوروجيتد يعني ايه؟ يعني معروجه كده اهو. ده عامله كده اهو معروجه على نفسها. فلويد تحتها رفعها بقى كونفكس وكوروجيت. ادي سي وسي والكلر جراي. ليه الكلر جراي؟ لانها بدات تموت. ليه بدات تموت؟ لانها بعدت عن الكروي. وايه يعني؟ اصل دي اوتر فايف لاير بيتغذوا مين؟ من الكروي. احنا سايبين واحده اللي ريتنا بيجمنت ميثيليا سايبينها في مكانها، لكن بعدنا بالباقيين. فالاربعه اللي كانوا بيتغذوا بعيد عن الكروي يبدا لونها يذبل جراي. اضافه الى ان الريتنا فريلي موبايل انديوليت فريلي، مع كل اي موفمنت تتحرك بسهوله. انديوليت يعني تتموج او تتحرك. خدي بالك من كلمه فريلي دي، هنحتاجها في اخر الحصه. فريلي حال، حالها حال مش صفه، حالها انها فريلي موبايل. اضف الى ذلك ان الريتنا الانفصال اللي بدا فيها يا دكتوره منى في حته كان خلي بالك من الحال الجاي، كان رابيدلي اكستندد وقرص الرئه. ده حلويات المنى. هو الفلويد اللي اتجمع ده كميته بسيطه مش كتير، وبيتحرك بسهوله وبيحرك الريتنا بسهوله. فهيقف عند حته ولا هيكمل يكمل 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 لحد ما يفصل الريتنا كلها؟ الريتنا ورا باديه في الاوبتيك ديسك وقدام منتهيه في القورة، يبقى يقدر رابيدلي اكستندد وقورة سرات. يبقى ايه مواصفات الانفصال؟ مواصفاتها تلخصها الرسمه اللي عندك واللي عندي واللي عندنا كلنا. اقفل النور يا معلم. متع نظرك بقى. ايه رايك في ده؟ بريك لونه
احمر. ايه رايك في الريتنا؟ جراي كوروجيتد مع الوجه. مع الوجه. سامر تحت يا محمد. ايه رايك في الريتنا؟ في بخيك اهو فتح لك بق اهو. بريك بخيك بريك بريك في بريك اهو فتح لك بق. وشايف الريتنا لونها ايه؟ حمرا. تعالى نقول انا بشوف لها حمرا. طب يا واقع يلا يلا بس يلا. في بريك احمر والريتنا زي ما انت شايف جريش اهي. هنا جريش كونفكس. على فكره كونفكس اهي. كونفكس ولا ضيق لي كونفكس. اف اتفق تحت النور يلا. نعالجه ازاي يا شبراوي؟ قطره ولا مره؟ لازم عملية طبعا. خلي بالك لان تخيل العملية وفهمها صعب. في عملية اسمها كونفنشنال. اسمع يا واد. يعني المعتاد. ودي جراحة بدون فتح العين. في عملية اسمها فيتريكتومي. هفتح العين. فكك من ده. خلينا في المعتاد اللي مش هنفتح فيه العين. قالك عشان تعمل العملية دي لازم تتبع ثلاث قواعد. القاعدة الأولى لازم تو فايند البريك يا أكيابي. لاقي البريك. لازم نلاقي البريك. تو فايند أول بريكس. وعشان تلاقي القطع لازم أولا تفحص العيان بري أوبراتيف. ولما ينام تحت المخدر الكلي يبقى نايم بقى مخدر مش حاسس بحاجه. تفحصه كمان انترا اوبراتيف. يبقى لازم تفحصه بري اوب بري اوبراتيف وانترا اوب. يبقى ده اول حاجه فايند اول بريك. خلي بالك يا حاج اسامه. حاج اسامه الريتنا بعيد عن الكوريه ده اهو والسكلير لو انا لازم تابروكسيميت الريتنا تو اتس نورمال بوزيشن. تعيدها يا ابو فراج الى ما كانت عليه في وضعها الطبيعي. قدامك حل ان انت تحقن جوه العين اكسباندبل جاز. جاز بيكستند بيكسباند بحيث يعمل ايه في الريتنا دي؟ يزقها ويرجعها مكانها. او الحل الثاني تحوط المكان ده من الريتنا بحاجه اسمها سكليرال باكل. حزام تحزمها بحيث الحزام يضغط عليا انا السكليرا وانا الكروي يقربنا شخصيا لمين؟ للريتنا. هوريهولك على البروجيكتور. يبقى عشان خلينا في المبادئ ابو سالم. المبدا الاول لاقي البريك. لقاء. بعد كده ابروكسيميت اقتراب. دي حال الدنيا. بعد كده لازم لما اقتربوا من بعض ارتباط. ايوه يالا انت ربنا ان شاء الله بعد عمر طويل هتلاقي بنت الحلال. هتروح تخطبها لفتره التقارب. لو ربنا كمل الفتره على خير في ارتباط. وفي قول اخر لبس. الدبل هتلبس الدبل انت كنت واقف جاي. لا خالص. لا اله الا الله. شوف العالم وضعها. انا تعبت يا ابني. هتلبس ايدك الشمال. قدامك اكبر لبوسه في حياتك. اسعى بس يا عم. يلا بس انا مش بعقلك والله ده الحقيقه يعني. طب خلاص يلا. يلا مش مشكله. كله عشان خاطر نجيب الفاظ ما يجراش حاجه. لا لا اقعدي والنبي. مش والنبي لا اقعدي. يبقى اول حاجه هلاقي البريك يا عامل. هقرب الريتنا من مكانها. بس الريتنا لما هترجع مكانها يا دكتوره اسماء مازال في قطع. اوعى يعني المريض يقول لك نخيط القطع. ما بنخيطش قطعات يا شبراوي. طب احنا عايزين نلزقه. نلزقه ازاي؟ عادي جدا. تيجي بالليزر وتحوط القطع بالليزر بعد ما رجعت الريتنا في مكانها. يقوم يلا الليزر يعمل التهاب في الريتنا وفي الكرويد اللي تحت منها. ولما يحصل التهاب بيحصل اكسيديشن وفايبروزس ما بينهم الاثنين. يعملوا ايه في بعض؟ يلزقوا في بعض. يبقى انا لزقت الريتنا في مكانها بالشكل ده. يا بلزقها بالليزر من جوه العين يا باجي على العين بره في مكان البريك احط بروده شديده كرايو او حراره شديده دايسيرمي. متاكد ان انتوا ما فهمتوش حاجه. متاكد ان انتوا ما فهمتوش حاجه. اطفي النور بقى وركزوا معايا شويه.
ادي العين اهي. الاول انا هجتهد في البحث عن مكان البريك، فايند البريك، ولقيت البريك هنا اهو الحمد لله. انا عايز اقرب الريتنا اللي مدلدله، في ريتنا مدلدله هنا، ارجعها مكانها. يحقن جوه العين انترافيتريال جاز يزقها، يروح محوطها. شايف التحويطه دي؟ شايف الحزام الابيض ده؟ شايف الحزام ده؟ يروح احوطها بسكليرال باكل حزام، فيقوم الحزام زائق السكليره والكرويد مربهم من مين؟ من الريتن، مربطهم من بعض. وعشان ما تسالنيش الحزام ما بيتشالش، العين بتدينها متحزمه كده طول العمر خلاص، ولو اتشال بيتشال لو في مشاكل فقط، هو اللي عاملها يعني. بعد ما رجعت الريتنا لمكانها اكيد لسه البيخيك موجود، احوطه بليزر، اواجه من بره العين في مكانه شخصيا، اعمل كرايو او دياسيرم بهدف احداث التهاب. انا اللي بعمل التهاب ما بين الريتنا والكرويد، ما في التهاب اسيبتك كوريوريتينايتس عشان يحصل ادهيجن ما بينه. يبقى كده انا عملت ادهيجن للبريك. في مشكلة؟ صعبتوني؟ لا ليه؟ لقاء، اقتراب، ارتباط. لا بخاف اعذر معاكم بقى، بخاف معاكم بس حديدة. طيب تمام. احيانا نلجا ان احنا نفتح العين. نفتح العين؟ ايوه نفتح العين ونستأصل الجسم الزجاجي فيتريكتومي ونحط مكانه سيليكون عشان السيليكون لاصق وتقيل يزق الريتنا يا استاذه نهله يرجعها في مكانها. بعد ما يرجعها في مكانها نبقى نعمل ليزر نحوط بيه البريك او كرايو او دايسيل تاني. يبقى انا يا دكتوره امل بعمل فيتريكتومي احيانا. المعتاد ان انا اعمل الجراحه بدون ما افتح العين. امتى تفتحي العين وتعملي فيتريكتومي وتحطي زيت السيليكون وترجع الريتنا في مكانها وتعملي ليزر؟ امتى؟ نفكر من غير ما تقفل النور. نفكر لو كان البريك ده ورا قوي، ورا ده بوستيريور ولا انتيريور؟ بوستيريور. انا عايز احسمه يا هادي يا وليد. عشان احسمه لازم اشد انا العين شويه كده، هشدها لحد فين؟ ما مين ماسك فيها؟ الاوبتيك نيرف. يبقى ليك حدود، ممكن تشد كده الاوبتيك نيرف ايه ينقط. لكن لما البريك كان قريب هنا قدرت احزمه ورا قوي كده، هعرف احزمه؟ الاجابه لا. هضطر اعمل ساعتها ايه؟ فيتريكتومي من جوه العين بقى نفسها واحط سيلكون. او لو كان البريك جاينت عملاق مهما حزمت فيه مش هيتسد، السيليكون تقيل قوي هيقفله ويسد ابوه. او لو مع طول مده الانفصال حصل تليفات داخل الفيتروس، ليف تليفات فايبروزس، حاجه اسمها بروليفراتيف فيتريوريتينوباسي. هو لو في تليفات داخل الفيتروس ترتبت على القطر، تليفات دي بتشد في مين؟ في الريتنا. التليفات دي عشان نتخلص منها لازم نعمل ايه؟ اكيد نشيلها، يعني نشيل الفيترس، يعني نعمل ايه؟ فيتريكتومي. هيطلع هشام يقول لي ليه في تليفات؟ اقول له والله يا اخ هشام انه من خلال البريك يا حبيبي الريتنا البيجمنت ايبيثيليوم قاعد ورا اهو. الريتنا البيجمنت ايبيثيليوم قاعد ومعهوش اصحابه وفي بريك قطع. تبدا شويه من خلايا الريتنا البيجمنت ايبيثيليوم تقع جوه الفيترس، ومع الوقت يحصل لها تحول لفايبرو بلاست هي شخصيه، وتعمل فايبروزس يشد على هذه الريتنا. ايوه بقى عشان اتخلص من هذه التليفات وهذا الفايبروزس مضطر استفصل الفيترس. يبقى السؤال يا احمد يا مرسي يا جمال، امتى نعمل فيتريكتومي للعيان؟ الاجابه لو كان البريك جايان، او لو كان البريك بوستيريور، او لو كان في بروليفراتيف فيتريوريتس. مش مسك الختام لهذه القعده الجميله. عايزين نقارن ما بين الثلاث انواع الرئيسيه. كل الكلام كان على مين؟ كل الكلام كان على الريجماتوجينوس. كل الكلام كان على الريجماتوجينوس. عايز اقارن الريجماتوجينوس بالاكسيديتيف بالتراكشنال. عايز اقارن الريجماتوجينوس بالاكسيديتيف بالتراكشنال. اسالني يلا. صح. ايه الفرق بين الجدول ده شفوي ونظري؟ هام جدا. اللهم اني بلغت، اللهم فاشل. ريجماتوجينوس اكسيديتيف تراكشنال. وسوف اقول ان الكتاب في هذه النقطة سيء للغاية وغير مرتب البتة، فانا ماليش دعوة. مذكرة مترتبة. عايزكم تخليكم معايا شوية. خليك معايا شوية.
خليك معايا شوية. أولا يا رب يكون حد فهم واستفاد من القعده دي يا رب. هو سبب الريجماتوجينوس ايه؟ بريك وريكوفايد فيترس. فانه مجاميع من الناس انه بني ادمين الهاي مايوب او الاولد ايج او البلانتوتروب. طب ايه سبب الاكسوديشن؟ اين المرض؟ في الكورويد يوفيايتس اللي هي كورويدايتس او كورويدال ايه تيومر. تراكشنال اين المرض؟ تراكشنال اين المرض؟ في الفيترس. زي مثال صريح ديابيتك بروليفراتيف ديابيتك ريتينوبسي. ديابيتك بروليفراتيف ديابيتك ريتينوبسي. خدنا المره اللي فاتت، مش قلنا المره اللي فاتت يحصل نزيف والنزيف يحصل له اورجانيزيشن وفايبروز وشد الريتنا؟ تمام. يلا محمد يا ياسر، في لقطه واحده وفي لمحه واحده يا محمد، مين في الثلاثه في بريك؟ ريجماتوجينوس. مين من الثلاثه يا هشام اللي الضغط هيقل بسبب وجود البريك؟ ريجماتوجينوس. بس هشام سأل سؤال حلو جدا وانا مش ناسيه. مش ممكن الضغط يعلى؟ ممكن، بس مش في الريجماتوجينوس، في الاكسوديتيف. هو الاكسوديتيف فيه بريك، يعني الفيترس مش هيهرب، لكن فيه فلويد يا ابني ورا الريتنا بيزق على مين؟ على الفيترس. فيروح الفيترس بدوره زي على مين؟ على الايرس واللينس، فممكن ساعتها يرفع ضغط العين. عشان كده كانت الكتاب والمذكره حويطه جدا، كتبت تحت الاكسوديتيف فاريبل، يعني ممكن وممكن ممكن يعلى. بس يا عم قشطه خلاص، كبرت دماغك ده عشان الواد هشام بس قاعد، ما قلتش الكلام ده قبل كده، كبرت دماغك خالص. مين الوحيد اللي الضغط بيقل فيه؟ ابو فراج. الضغط بيقل في مين؟ في الريجماتوجينوس. في الريجماتوجينوس العين الوحيد اللي فيه بريك اللي من خلاله هيهرب الفيترس. اديني بقى، اديني روحك كده معايا وهعلك شويه. هو انت لو بتفحصي الريتنا، الريتنا هي هي يا سعيد، ولقيت الريتنا كده تبقى كونفكس ولا كونكيف؟ كونفكس. ولو لقيتيها كده؟ طب يلا يا شطار، ده اسمه السيرفس. سيرفس الريجماتوجينوس از كونفكس كوروجين. كونفكس كوروجين. سيرفس الاكسوديتيف، بص يا احمد، يا عبد الله الاكسوديتيف عامل ازاي؟ عامل زي الكرش. يبقى ايه؟ افحص يا ابني يا عبد الله، انت بتبص له كده يالا، بتبص له كده يالا اهو، بتبص له كده يالا اهو اهو. يبقى ايه ده بقى؟ بلاش ده مش عاجبك اهو. ايه رايك فيه؟ كونفكس وابتراكشنال. قشطه، هو كونكيف بس في مكان التراكشن في بول، يعني هو كونكيف صح بس ماكسيمالي اليفيتد ات ذا سايد اوف تراكشن. صعبه دي. طب بص على الحته السحريه اللي جايه دي، حاجه زي اللبان السحري كده. بص بص على السحر بقى، بص كده يا عبده كونفكس، وكده كونفكس برضو، كده كونفكس، وكده كده كونفكس هاي يعني كتير قوي، وكده كونفكس شالو. هو ده اللي اسمه الهايد. كده كونفكس هاي يا عم، خليك معاك. بص في ايه، انت هتلاقي حاجه مكتوبه كده كونفكس هاي، وكده كونفكس شالو، كده كونفكس هاي، كده شالو، كده كونفكس هاي، وكده شالو، كده كونفكس هاي، وكده شالو، كده كونفكس هاي، وكده شالو. جاوبني بقى يا شاد، الهايد في الريجماتوجينوس هاي ولا شالو؟ ما تجاوبش على حسب، واجينا شويه. لكن رسمي نظمي عظمي فهمي في الاكسيديتيف هاي، ده رسمي. طب وفي التراكشنال؟ الشالو نوت هاي. هو مكان ما اتشد اهو مشدود، لكن الريتنا اللي على الجنبين اللي اتفصلت ده كونكيف. انتوا اللي قلتوا كونكيف يا اولاد اللذينه، يبقى هاي ولا شالو؟ شالو نوت هاي. امال ايه حكايه الريجماتوجينوس؟ يقول لك على حسب مكان القطع. دعنا في نزهه من امرنا نقارن ما بين شبكيه قطعها فوق وشبكيه قطعها تحت. ادي شبكيه قطعها فوق، وادي شبكيه ثانيه قطعها تحت.
ونسأل نفسينا مين هيجمع في ليود أكتر. تحت. فوق. تحت. فوق. تحت. والله فوق. طب اسأل نفسك انت نفسك. اسأل نفسك. الفلويد عدى من فوق. اتراكم ورا الرتلة. بيقع. عشان الجاذبية. ويجي خير. يقع. ويجي خير. طب وين اللي تحت؟ هو هيخش. يحاول يطلع ضد الجاذبية. يرجع تاني. يخش يرجع تاني. ففي الاخر حتى لو اتجمع شويه ابو كتار ولا قليلين في الامبيريوم قليلين. السنه اللي فاتت في نفس الوقفه ديت عملت التشبيه ده بس على ورقه واحده كده يا دكتوره منى. فطلع زميلك اللي دخلوه كليه الطب قال لك هيخش من فوق. عشان كده طلعت اشوف مقاسي اخلاقيه. اه والله قالك والله قالك والله قالك والله لو كان البيخيك سوبيريور اصبح هاي او بلس ولو كان البريك انفيريور يبقى شلو. ولكن مهما كان هاي في الريجماتوجينوس نيفر تاتش اللينس. لكن في الاكسوديتيف ده كتير قوي كان تاتش اللينس. في الاكسوديتيف هاي قوي كان تاتش اللينس. انت عارف لما تبص الجمله دي كان تاتش اللينس يقدر يلمسها يعني يوصل لحد ان الريتنا تلزق باللينس. مين اللي عمال يتزق ويضغط ام العين قدام البترس؟ عشان كده زي ما هشام قال ممكن الضغط يعني. طب طبيعه الفلويد في الريجماتوجينوس كلير ولا تربد؟ كلير اصله فترس. لكن في الكرويدايتس والاكسيديتيف تربد والتراكشنال كلير. كنا من 10 دقايق ولا ربع ساعه بنقول ان الريجماتوجينوس له صفتين. انا ما قلتش صفتين يا عبد الله، انا قلت له حال. حاله فريلي موبايل وحاله رابد اكستين. حاله فريلي موبايل يعني حال الريتنا الموفمنت. الموفمنت يا هشام في الريجماتوجينوس فري موبايل. الموفمنت في الاكسوديتيف تتوقع تبقى ازاي؟ هو الاكسوديتيف ده مش مجمع فلويد كتير وعمال بص عامل كده. ادي الليشن اللي في الكرويد وبعدين ازيك يا دكتورة؟ اخبارك ايه؟ ازيك يا دكتورة؟ ازيكم عاملين ايه؟ انا مصاري غلط. مين؟ ولا والله نفسي اخرج. ربنا يخليك زي ما شايف عامل ايه؟ ليجن بقى في الكرويد وعينها كده بصي. خليك معانا عشان نقتنع بس بالاول. عمل ده الراجل يلا التخين ابو كرش. انا واقف عند الفلويد كده اهو يا شاد. ما اجي انام على جنب اليمين يا جماعة على جنب الشمال الفلويد بيتجمع ككتلة واحدة كبيرة. يا جماعة على جنب الشمال ما اقصرش والله. يا جماعة على ظهري يا جماعة على وشي. يحصل حاجة اسمها شيفتنج فلويد. الفلويد كتير جدا وفي كتلة واحدة. الفلويد كان في الريجماتوجينوس قليل ومنتشر وخفيف وبيلعب. لكن هنا كتلة واحدة. لعبة اسمها شيفتنج فلويد. يغير الفلويد وضعه مع تغيير وضع المريض. ما بالك بالحركة في التراكشنال. معلش أنا آسف يا أحمد. ما تضايقش. أنا شلت أحمد أهو. قول لي اتحرك ولا ما اتحركش؟ الريتنا اتحرك؟ ده مشدود اتحرك؟ اتحرك ليه؟ توت. طف توت مش توت توت يعني طف يعني مفيش حركه. ولو انت فهمت ذره من اللي قلته بناء عليه مين يكستند للاورا رابيدلي ومين لا؟ يعني مين هيفصل الشبكيه بسرعه ومين لا؟ الريجماتوجينوس الريتنا بتلعب الرابيدلي اكستند تو اورا. الاكسيديتيف مركز في الكرش كتله واحده اكستند تو اورا مي اكستند. اكتب جنبها سلولي. طب والتراكشنال اللي مثبتينه يا عم الحاج نيفر اكستند اصله ساب. لن يتحرك احد من غير ما اقول الجدوى. انتوا اللي تقولوه لن يتحرك بني ادم. مين اللي مش عايز كلمه؟ وهنختار ناس تجاوب ومحدش يجاوب غيرها. كريم المحاريقي مين الوحيد اللي فيه بريك؟ الريجماتوجينوس كامل. مين الوحيد اللي الضغط بيقل؟ الريجماتوجينوس. السيرفس يا ابو ندى سيرفس الريجماتوجينوس كونفكس كوروجيتد. سيرفس الاكسوديتيف
كونفكس سيرفيس اتراكشنال كونكيف محمود طارق الهايت بتاع الرجماتوشنس على حسب لو سوبيريور هاي انفيريور شالو كان تاتش اللينز ولا نيفر تاتش اللينز نيفر تاتش اللينز اكسوديتيف هاي يا ابو كرش كان تاتش اللينز كان تاتش اللينز الهايت بتاع التراكشنال الهايت بتاع الدراكشنال ما بنطيش بس الهايت بتاع الدراكشنال نوت هاي الفلويد في الريكماتوشنال كلير في الاكسيداتيف تيرف في الدراكشنال كلير الموفمنت اوف ريتنا الموفمنت في الريكماتوشنال في الدراكشنال نو موفمنت تور الاكستنشن تو اور في الريكماتوشنال rapidly الحال rapidly الاكستنشن في الاكسيداتيف slowly الاكستنشن في الدراكشنال موت اكستند تو اورا هقول لكم حاجه ما قلتهاش في المجاميع الثانيه اتمنى لكم حلوين ومؤدبين تحب نعالج الدراكشنال ازاي نقطعوا عمليه اسمها ايه فيتريت الدراكشنال ده مش المشكله في الفتره في شده يبقى فيتريت والاكسيداتيف علاجه ايه هنعرف الكود يفتح الله عليكي اكسوديتيف هنعرف الكود عنده يوبيايتس عنده تعديت شويه لا تعديت شويه تقول لي انا طيبين مش عارف